المتاحه للنقطه دي. ركزوا بقى معايا، التجربه دي كان الجهاز ده اسمه ايه؟ ففكركم بيه، كان اسمه سهل. الجهاز ده كان بيتكون من كام تيوب؟ انبوبتين طبعا متثبتين زي ما انتم شايفين في الجهاز، وانبوبه ثالثه انا بقدر اشيلها واحطها اللي هي الانبوبه دي. يعني في تو تيست تيوبس لونهم ايه؟ بني يا جماعه فاتح. كنا بنعمل ايه اثناء السنه العاديه؟ كنا بنشتغل على التيوب دي، وقالوا لكم لازم يبقى لونها شبه التو تيوبس. شبهها ليه بقى؟ نقول لها ليه شبهها؟ هي التيوب دي، ودي بقى الاسئله اللي هتتسال على التجربه. يا ابني لونها ايه؟ ركزوا بقى معايا. انا دلوقتي مش هطلب من حد انه يجاوب عليا، انا عارف الناس لسه عايزه تفتكر. لونها ايه يا ابني؟ بني فاتح. طب ايه اسم الماده اللي موجوده في التيست تيوب؟ اسيد هيماتين. ركزوا بقى معايا، مش انت قلت اسيد هيماتين؟ السؤال اللي وراه، طب ليه مش الكاليكا؟ هو السؤال ده. Why we put acid not alkaline؟ بالظبط. يا جماعه الاسيد في ميزه جميله قوي، تو ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني شكله لا يتغير مع الضوء. يعني حطه في الشمس، حطه في الظل، حطه في اي حته، بيبقى اللون ده ثابت. انتوا معايا؟ يبقى اول سؤال، ليه مش الكالي؟ عشان الالكالي لونه هيتغير مع الضوء. طبعا هو بيحبوا كلمه ان هو الالكالي انستيبل. بصوا بقى السؤال اللي بعده، اسيد هيماتين يحتوي على حاجتين، يحتوي على حاجتين. اول حاجه تبقى فيه اسيد بلس بلاد، صح ولا لا؟ اسيد ودم، حمض ودم. طيب البلاد بتاع مش هو فيه هيموجلوبين؟ ما هيموجلوبين. يا ترى كميه الهيموجلوبين في التيوب دي قد ايه؟ تبقى 15 جرام بير سنتر. انا عايز النقطه الاساسيه يا جماعه، الاماونت اوف هيموجلوبين 15 جرام بير سنتر، مش ده الافريج الطبيعي؟ ده في الستاندرد تيوب يا جماعه، ده الافريج الطبيعي ولا لا؟ ده المتوسط الطبيعي في الانبوبتين دول اللي جوه الجهاز. يعني انت حضرتك خدت ما بين ال 14 و 16. بالظبط، خدت ما بين 14 و16 يبقى متوسط 15. انا عايز اشتغل على التيوب دي، صح؟ وعايز اشوف الهيموجلوبين اللي فيها كميته قد ايه؟ اقارنه بمين؟ بالتو ستاندرد تيوبس يا جماعه، الانبوبتين دول اللي لونهم بني فاتح. يعني من الاخر لازم دول، لازم الانبوبه دي تبقى لونها بني فاتح شبه الاثنين دول عشان نقدر نقارن. صعبه؟ مع شبه الاثنين دول عشان نقدر نقارن. طب عشان نقارن معنى كلامك لازم نحط في التيوب دي اسيد ونحط فيها بلاد. بصوا بقى اللي هيحصل في ايه في الامتحان بالظبط. هيجيب لكم راك. راك انا مين؟ يا جماعه اللي بتحط على البايو ده. والانبوبه مكتوب عليها اتش سي ال، والانبوبه اللي جنبها مكتوب عليها ماء مقطر، في ميه مقطره ديستلد ووتر، وفي عندنا ازاز على الجنب فيها بلاد. صعبه؟ انا دول اعمل ايه؟ تخيلوا ان دي تيوب اللي فيها اتش سي ال. انا عايز احط اتش سي ال في التيوب دي. سؤال، نحطه بايه ولغايه العلامه كام؟ هنحط اتش سي ال بالقطاره دي، لازم تكتبوها كنقطه مهمه في العمل. بوت اتش سي ال باي ادروبر يا جماعه، القطاره العاديه. حط القطاره في الانبوبه اللي فيها اتش سي ال، وبعد كده حط الاتش سي ال هنا. طب لغايه العلامه كام؟ 10%. لازم تكتبوا دي بقى 10%. ايه غلطه الطلبه؟ عشان نبقى صرحه مع بعض، هنا التيوب دي متدرجه تدريجيا، صح؟ تدريج جرام مش ده كمية، وتدريج نسبة اللي هو برسنتج، كمية ونسبة الأوامر. طبعا قبل ما أجي أكمل دكتور، كمية دي إحنا فهمناها، يعني إيه نسبة مئوية؟ فرضنا إن الهيموجلوبين بتاعك في الأنبوبة دي طلع 15 جرام، هتقارنه بمين؟ يا جماعة مش بالأفرج؟ الأفرج كام؟ 15 على 15%
تبقى كامل. عارفين يعني 100%؟ يعني هيموجلوبين اللي في دمك 100% زي الانسان الطبيعي، صعبة؟ طب لو الهيموجلوبين بتاعك طلع 9 على 15، هتساله هو احنا هنحسب في الامتحان؟ لا، في الامتحان انت بتلاقي تيوب بتاعتك تدريج الاماونت الارقام اللي هي بالكميه قصادها ايه؟ برسنتج. شايفين الرقمين قصاد بعض، انت مش هتحسب حاجه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحط اتش اس ال لغايه العلامه 10%. الطلبه بتغلط ازاي؟ ما بيبصش على تدريج برسنتج فيغلط، يبص على تدريج نمار جرامات. بتدريج الجرامات 10 دي تعتبر عاليه ولا لا؟ لان الانبوبه دي متدرجه من كام؟ 2 ل 22 جرام. ما انت معايا؟ متدرجه كده، يعني ده اللي انتوا هتشوفوها. لو حطيت ل 10 جرام يبقى الاتش اس ال عالي معاك، فاهمين قصدي؟ الاتش اس ال لو عالي قوي لا كبه، يعني لغايه ما نوصله العلامه 10% تحت. هو طيب اللي هو ال 10% ده مكتوب فوق خالص؟ لا 10% اوطى حاجه في البرسنتج. لا يعني عارف مين ان الليبر دي بتاعت جرام ودي بالظبط. هتلاقي لو انت بصيتي فوق خالص هتلاقي في ليبل مكتوب جي بيرسنت، مش جي كميه. وتلاقي الناحيه الثانيه بلون ثاني بالتدريج الثاني مكتوب لك في المية بس. علامه في المية. علامه في المية بس. يا جماعه سمعتكم تسال سؤال مهم كعمل، انا ما اتلخبطش ازاي؟ عندك تدريجين صح؟ بص على اعلى التدريج في حاجه مكتوبه جي بيرسنت، يبقى ده ايه؟ كميه يا جماعه، جرام بيرسنت. وفي تدريج تاني مكتوب بيرسنت بس. معاكم معايا؟ يبقى انت ايه بقى غلطه الناس؟ بص على الجرام بيرسنت، فعلي منه الاتش سي ال قوي. لما يعلى منك ما تقاوحش، لا هصب الباقي، ما انتوا في حوض جنبك، كب الباقي وارجع لغايه كام؟ 10. دي اول خطوه، صعبه؟ الخطوه الثانيه عايزين نحط الدم. نحط الدم ازاي؟ فاكرين؟ هنجيب دي، ده كان اسمه ايه؟ هفكركم بيه، مايكرو بيبيت. عارفين يا جماعه البيبيت اللي هي السحاحه بتاعت الباي، مش هي كانت الانبوبه الطويله قوي دي؟ لا، احنا عندنا البيبيت بتاعتنا في القسم عباره عن ايه؟ جزء ازاز، شايفين ان انا ماسكه؟ واللي فوق كاوتش اللي هو رابر. انا هعمل ايه؟ تخيلوا ان ده الدم، بصوا بقى انا هعمل ايه؟ احط المايكرو بيبيت في الازازه اللي فيها الدم، وبعد كده هعمل الحركه دي، بصوا اهو. هشفط الدم، هتشفط الدم لغايه العلامه اللي على الازاز، او ايه الناس قريبين مني يا جماعه شايفين العلامه دي؟ في علامة داير ميمون اهي، هتشوفوها طبعا كلكم دلوقتي. العلامة اللي هي الداير ميمون دي هي اللي هسحب الدم لغاية عندها، فهمتوا قصدي ايه؟ غلطة الطلبة ايه بقى؟ واحد سحب لغاية العلامة، عينه على العلامة، وقام راح شايل ببت. لما انت تشيلها راسي كده بيحصل ايه في الدم؟ بيقع. طالع من ايه؟ عشان الدم ما يقعش قدامك حل من حلين، يا اما تسحب الدم فوق العلامه بشويه، فاهمين قصدي؟ عشان لما تيجي تشيلها من الازازه في شويه هينزلوا؟ ينزلوا لغايه مين؟ العلامه. طب وبعد كده اعمل ايه؟ اقفل بصباعي الرمد، شايفين انا عامل ايه؟ اقفل بصباعي واسحب البيبت افقي. طب ليه نسحبها افقي؟ عشان الدم ما يوقعش مع الجاذبيه، صعبه ولا لا؟ واجيب الانبوبه بتاعتي اهي، فين الانبوبه بتاعتي؟ ادي التست تيوب اللي جواها اتش سي ال او الاسيد، واجي اعمل ايه بقى بعد كده؟ عملت ايه؟ انزلها لغايه تحت. يبقى نقول تاني، اوعى تسحب لغايه العلامه، اسحب سنه فوقيها عشان لما ينزل تقفلها، ولازم على طول، بص انا بعمل ايه؟ سامعين الصوت ده ولا لا؟ تدبها، تغطسها. كتاب الاسم سماها دبه ذا مايكرو بيبيت. سيبكم من الكلام المجعلص الكبير، مفيش وقت لديب ذا مايكرو بيبيت. الفكره مش انت سحبتها، بعد ما سحبتها تعمل ايه؟ نزل الدم كله لتحت ولا لا؟
يا جماعه ده اسمه ديبنج، نزل الدم كله لتحت. ايه بقى غلطه الطلبه؟ ايه بقى؟ ما هو الدكتور واقف جنبك وبيشوفك. الناس بتنزل الدم على جدار التيوب. غلط ليه؟ لان انت لما تنزل على الجدار، هل الدم ده هيتفاعل مع الاتش سي ال ولا لازق في الول؟ لا، يبقى اوعوا، يبقى لازم تكتبوا محفوظه لنفسكم. Never never to me the micropipette touch touch the wall of the tube. Never to make the micropipette touch ايه؟ الول. لا، لازم تنزل لتحت. يا جماعه شايفين الحركه دي مهمه؟ طبعا الناس اللي جربوا التجربه دي زمان فاكرين حاجه الدكتوره قالتها لكم زمان، بس انتم نسيتوها دلوقتي. في شويه دم بيبقى تلاقيه برضه ماسك في البيبت ملزق. طب انا اعمل ايه عشان انزله؟ كنا بننفخ ولا لا؟ كنا بننفخ. طبعا حته النفخ دي من عندنا مش مكتوبه في كتاب. انت بتنفخ ليه؟ عشان انزل الدم كله ليتفاعل مع ال اتش اس ال. ودي ارخم خطوه في التجربه. عدت، الموضوع بقى عادي. في سؤال انت هتتسال، مش انت هتكمل الخطوات؟ تالت خطوه نعمل ايه بقى؟ اكتبوها. قال العمل بتاع السهلي هو اللي محتاج تتملى، لان هو فيه تفاصيل لازم تعمل ميكس. هيقول لك ميكس ليه؟ بعد ما تخلص خالص، يا ابني انت عملت ميكس، عارفين بنقلب بازازه في نوع بلاس رب حاجه زي معلقه الشاي، ويفضل المعلقه تبقى طويله ومش قصيره. اكتبوا كده لونج بلاس رب. ليه تبقى طويله؟ لان الفنيين اللي عندنا بيبقوا بصراحه مش دريانين بالدنيا، مش ده جهاز يديك الجهاز بكل محتوياته وتصرف انت. لو انا اديتك نص رد قصيره هتقدر تقلب بيها ازاي؟ فهتقول له لو سمحت انا عايز ازازه او اضيف رد طويله، عارفين زي المعلقه طرف من بره ما يختصليش جوه التيوب. دي مهمه جدا كعمل، يعني انت لازم تتاكد قبل ما تستلم وانت تستلم الجهاز ان كله تمام. فاهمين قصدي؟ طب قلبنا، هيقول لك بنقلب ايه؟ ال اتش اس ال اللي انا حطيته على الدم عمل ايه؟ مش هو كسر الريسبس؟ هتقول له الكلمه اللي عايز اسمعها، اتش اس ال كوز هيموليسيس اوف ريسبس. هيموليسيس حضرتك احنا بنكسر الريسبس. طب ليه بنكسرها؟ عشان اخرج منها الهيموجلوبين اللي انا عايز اقيس كميتها. ما مش دي تجربه قياس كميه الهيموجلوبين؟ ما الهيموجلوبين جوه الريد سيلز كده قايس هو. طب دلوقتي اللون بني فاتح ولا لسه غالي؟ غالي. افتحه احط عليه ديستنت بوت، صح؟ هنا بقى ديستنت بوت هنجيب انبوبه الميه المقطره ونصب ولا بدروبر؟ صح. يبقى كده عندنا كام حاجه دروبر؟ اثنين. اتش اس ال دي اول حاجه، وتاني حاجه كانت مين؟ الديستنت ووتر. في اي صعوبه مع الكلام ده؟ مهم. هنحط الديستنت ووتر نقطتين ونقلب لغايه ما في الاخر اللون يبقى فاتح شبه الاثنين دول. هنا بقى هيسالك سؤال عملي، اكتبوه كده حتى بالبلدي. ازاي تعرف ان اللون بقى فاتح؟ عايزين نترجم الاسئله اللي على التجربه بالعربي. ما ده الاسئله اللي انت هتسالها، يا ابني عرفت منين انه بقى فاتح؟ لازم تعمل حركه مهمه، تفرد ايدك اجينست لايت. يعني ايه اجينست لايت؟ يعني انت لازم عشان اشوف اللون ده بقى فاتح ولا غامق هفرد ايدي وابص عليها في الضوء، ضوء الشمس. يا ترى اللون بقى فاتح ولا لا؟ يعني مش وتيوب قصادي كده هقول خلاص بقت فاتحه او لسه غامقه. يا جماعه اكتبوا دي اجينست لايت، دي مهمه، حضرتك لازم يشوفها في الضوء، دي مهمه جدا. خلصت التجربه واللون بقى ايه؟ فاتح. اكتبوا الاسئله زي الناس اللي جات متاخره عشان تعيشوا الحدث. المهم جدا ان انتوا تعرفوا التجربه اللي انتهت هتسأل عليها ازاي؟ مش احنا اتفقنا اربعه يمين واربعه شمال، فاهمين قصدي؟ وكل واحد شغال على التجربه بتاعته.
هترفع ايدك وهتقول له خلصت. خلصت؟ ايوه حضرتك انا خلصت. هيجي هو يشوف التجربه بتاعتك، عمره ما هيسالك في الخطوات اللي انتوا تمليتوها. طب احنا تمليناها ليه؟ عشان تعملها صح. فهمتوا قصدي؟ طيب خلصت؟ يقول لك سؤال، هو المجرم بتاعك طلع كام؟ تقول السؤال الاولاني. الاسئله عندنا ماشيه بطريقه منظمه. الاسئله بكتبوا الاسئله بالترتيب. اول سؤال اللي ممكن بكام؟ الاجابه بقى هقول له كام قرايه؟ اكتبوا تو ريدنجز. اوعى تنسى يعني ايه كام قرايه؟ شيلوه بقى فاتح يا معلم الليفل عمال يعلى معايا. هبص على تدريج، ده سؤالك بقى، الجرام بيرسنت وعلى تدريج البرسنت. لازم الاثنين. هتبص ايه ده؟ ده مثلا 11 او مثلا 10. اكتبوا مثال، مثلا 9 جرام مثلا من عندي، 9 جرام قصادها 60%. في اي مشكله؟ الدكتور اللي بيمدحنا مش عارف الدم اللي انت اشتغلت عليه هو عارف ده نورمال ولا لا، هو زيه وزيك. هو بيقيم على اساس ايه؟ انه قال لك السؤال اللي بعده تبقى بقى ايزي نورمال. انت قلت لي قرايه اللي طلعت، اللي طلعت معايا ايزي نورمال، ده طبيعي؟ الاجابه ايه؟ نو. لا حضرتك مش طبيعي. امال يا ابني تشخيصك الحاله دي ايه؟ يعني ايه الجا ليميا؟ اكتبوا انيميا. ومن هنا تبدا الاسئله على الانيميا. الأسئلة بتاعت الأنيميا مش أسئلة نظري زي ما الناس فاهمة، قل ما تعرفه عن الأنيميا أو جيب أكونت هوني، لا، هو بقى بينقي لك اللي هو عايزه. إيه هي أنواع الأنيميا؟ ده السؤال الأولاني. ده بقى أنتوا عارفينها من مذاكرة عادية، إيه التايبس أوف أنيميا؟ في نصيحة مهمة على التجربة دي أو أي تجربة، أوعى تذكر عدد. يعني إيه تذكر عدد؟ في ناس عارف إن الأنيميا خمس أنواع. افرض انت قلت خمسه وربنا ما قربكش انك تفتكر الخمسه دلوقتي. ايوه انت عارف ان هم خمسه، لكن انت تعمل ايه؟ تقول لهم اللي انت فاكره في ايرن ديفيشنس او فيتامين بي 12، عارفين الاحتياجات العاديه، او في اللي هو مشكله في الصناعه اللي هي البلاستيك انيميا، الانواع دي كلها. قول الانواع اللي انت فاكرها بالراحه. السؤال اللي بعده بقى، نقدر نعرف نوع الانيميا من التجربه دي؟ لا. صح ولا لا؟ لا، اكتبوا دي لا، يو كانوت نو تايب انيميا. دي اهم الاسئله يا جماعه. السؤال اللي بعده بقى، بصوا الاسئله ماشيه سيناريو مبرمج. سيناريو الناس فاكره ان هو داخل بيسالك من دماغه، لا هو احنا متفسرين. طيب ما تعرفهاش من التجربه دي، امال اعرفها ازاي؟ هتقول له حاجه اسمها بلاد انديسز. اسمعوا ايه البلاد انديسز؟ ام سي في بتاع زمان، مين كوربسكولر فوليوم، وام سي اتش، وام سي اتش سي. انت هتقول له بلاد انديسز. طبعا دكتور شكري على فكره بيسال سؤال، عرف لي البلاد انديسز بجد، ديفاين بلاد انديسز. ايه هم البلاد انديسز؟ حتى لو انا مش عارف تعرفه هتقول له ايه؟ هتقولوا كده equations، معادلات. to know the type of an enemy، حضرتك دي مجموعة معادلات مسموح لك في امتحان العملي أو شفوي أو أي حوار بينك وبين أي حد فيسيولوجي تتكلم عربي على إنجليزي. يا جماعة دي نقطة عشان الناس فاكرة إن إحنا بنهزر، لا، أنت بتجاوب كده مجموعة equations معمولة عشان نعرف بيها نوع الأنيميا. أنا عمري ما بجاوب كله عربي أو كله ساينتفك عشان نبقى واضحين. خلصت أنت قلت له دي. السؤال بقى اللي بعده، هو يا ابني الام سي دي مهمة في إيه؟ بنعرف بيها حجم الريد بلاد سيلز أه ولا لا؟ بصوا اللي هتسأله هو ليه بيسأل دي؟ عايز يجرك لحتة هو نفسه فيها. هو النورمال كام؟ اكتبوا حفظ النورمال من كتاب. عارفين 78 95 او 93، يعني ليها رينج. ليها رينج، مش في رقم في الكتاب من كذا
هقول لك والوحده ايه هي؟ تقول يونت مهمه جدا 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 جدا. الوحده ايه؟ حاجه من اتنين، اكتبوا هم حاجه من اتنين، يا اما تقول له كيوبيك مايكرون، في المايكرو كيوبيك مايكرو اللي هي علامه يو وناس هنا شرطه وثلاثه فوقها كيوبيك مايكرو، او حاجه اسمها فيمتو ليتر. فيمتو ليتر اف ال، فيمتو ليتر يا جماعه دي مهمه لان كل طلبه متعوده تحفظ الرقم صح؟ من كذا لكذا وتسكت. فالدكتور يسال ايه؟ ايه هي اليونت؟ واليونت دي مهمه جدا لازم تكون عارفينها. حتى برضو الاسئله التقليديه عندنا مش احنا متعودين، عدد الريد بلاد سيلز كام؟ 5 مليون. يقول لك 5 مليون في ايه؟ ايوه صح؟ في كيوبيك مليمتر، يعني لازم تكون انت عارف تعرف ايه؟ في قد ايه؟ طب بقى السؤال اللي بعده، مش انت قلت الفوليوم من كذا لكذا والوحده كذا؟ السؤال اللي وراه بقى المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا سببه ايه؟ اكتبوا السؤال مايكروسيتيك. يا ابني نفترض ان حجم الريد سيل قلت، دي الاسئله على التجربه، هنفترض ان الحجم قل، تفكر في صح اير ديفيشنس، الاير قل، في اي صعوبه؟ طيب نقول السؤال بالعكس، اكتبه بقى ماكروسيتيك، حجم الريد سيل زاد، يبقى البي 12 اخباره ايه؟ قل. وهنا بقى ده السؤال، مش انت قلت بي 12 قل؟ يقول لك ازاي؟ ازاي لما البي 12 يقل حجم الريد سيلز يزيد؟ اكتبوا السؤال ده. ايه العلاقه؟ يعني ايه ريليشن؟ بي 12 ديفيشنسي وماكرو سيتي، ما كلنا عارفين الكلام ده. ايه العلاقه بقى؟ بصوا بقى دي نقطه يا جماعه مهمه اللي نبهنا اليها بصراحه دكتور شكري برضه، ان هو راجل علمي جدا. كل الطلبه متعوده تقول الجمله دي، بي 12 قل يبقى الدي ان ايه اخباره ايه؟ قل، يبقى السيلز لا تنقسم، عارفين الدي ان ايه هو اللي بيعمل الانقسامات دي بتاعت الخلايا والحاجات دي. هو بقى بيعترض، اعتراضه على اساس ايه؟ خدته في البايو الحته دي، خدته فيتامينز؟ برضه عليا لسه في معلومه في البايو، البي 12 اكتبوا معايا كده اكت بيشتغل ثرو فوليك اسيد. يعني ايه اكت ثرو فوليك اسيد؟ البي 12 عشان يساعد على السيل ديفيجن لازم يشتغل عن طريق حاجه اسمها فوليك اسيد، او حاجه اسمها تترا هايدرو فوليت، خدتوها برضه. فلازم تكون انت دقيق جدا، يعني هو دكتور شكري بيتضايق قوي من الحكايه دي، وبصراحه يعني حتى نبهنا اليها واحنا بنشرح. بيقول لنا انتوا بتقولوا لهم ايه؟ بنقول لهم احنا بنقول الكلام ده، قال لا في الفايو في حلقه مفقوده بتخلي الدنيا مصاب، دي كلها مهمه جدا. في اخر سؤال بقى في الحته دي عشان ندخل على التجربه اللي بعدها، اخر سؤال، مش هي اسمها برنيشيس انيميا؟ اكتبوا بقى ليه سموها كده؟ يا جماعه لازم عشان ابقى صريح معاكم، الاسئله كلها صدقوني اسئله عاديه زي ما انتم شفتوا في الاول. هتلاقوا ساعات الاسئله ممكن تغلس، لازم تبقى مجهز نفسك. سمعت عن برنيشيس ولا لا؟ يا جماعه دي البي 12 ديفيشنسي، مش هي ليها كذا اسم؟ من ضمن اساميها برنيشيس. يمسك لك بقى في برنيشيس طعم شويه ينزل، تفضل بقى دكتوره ابتسام. نازل كل واحد ومديله اسم. يعني دايما الاسئله اللي عارفينها التي تصيب الطلبه بالصدمه النفسيه تلاقي دايما بتبقى ورا صاحبها، يعني مين اللي سالك ده؟ فدكتوره ابتسام استاذ عندنا سال السؤال ده وسؤال حلو، برنيشيس اسمها ايه او معناها ايه؟ اكتبوا خبيثه. هي عايزاكم تجاوبوا السؤال بالعربي، الانيميا الخبيثه او مالجنا، سيبك من مالجنا، سموها حضرتك خبيثه. انتوا متعودين معايا مش كل حاجه وراها ازاي؟ يا ليه؟ السؤال اللي بعده هي بروبا، هم سموها الخبيثه ليه؟ يعني انت لو عديت من انيميا خبيثه وعرفتها اكيد هسالك اتسمت كده ليه؟ ما عرفتش من الاول مش حاجة.
هكمل معاك. خلاص ده معلش. ليه سموها خبيثة؟ اكتبوا لأنها affect the nervous system. يعني ايه affect؟ ال B12 لما يقل deficiency بيأثر في النيرفس سيستم وتسكت عشان ده تستفزها. حضرتك بيأثر في النيرفس سيستم. السؤال اللي وراه بيأثر ازاي؟ اكتب وراها هاو. انا عايزكم وانتوا بتكتبوا يا جماعه الحاجات دي تحت بعض عشان تحس لما تروح البيت احساس يفرحك. سؤال جواب، فاهمين قصدي ايه؟ اللي هو الهاد الخد دي مهمه قوي. طب بيأثر ازاي؟ ارجعوا للنظر. هو البي 12 كان بيعمل الميلين شيز الميلينيشن اوف ذا نيورونز. ارجعوا للحته دي. لو انا كبي 12 قليت الميلين اخباره ايه؟ هيقل. لو حوالين النيرفز يبقى بيأثر على النقل ولا لا؟ مع نقل ايه؟ بس يبقى ده النقطه المهمه لازم تعرفوا ليه هما كانت خبيثه. طبعا هي بقى دكتوره ابتسام شلت الولد اللي بتمتحن او راحت حطت اضافه من عندها، مش اضافه غلط، قالت له على فكره كلامك صح بس في نقطه ثانيه انا عايزاها. قال لها ايه؟ قالت له سموها خبيثه لان زمان ما كانوش اكتشفوا، عارفين البي 12 كبسولز، مش في حاجه اسمها مالتي فيتامينز يا جماعه، لما تلاقي صيدليه في بيج واحد واثنين يعني الحاجات دي، زمان ما اكتشفوش البي 12 راس والكبسولات والحاجات دي. عشان كده لما كانت بتاثر على النيرفس سيستم كانت بالنسبه للناس دي مرض خطير ولا لا؟ فهمتوا قصدي ايه؟ يبقى من الاخر التجربه دي هنذاكر فيها ايه؟ تكتبوا انيميا. كده كده هتتسال في انيميا. طبعا عمرنا، عشان ابقى صريح معاك، في سؤال طلبه كتير سالوني على مدار السنين اللي فاتت، دكتور في حته زباله في الكتاب من الايه؟ من غير ما تقول وانا هقول لكم. حته الايرن ابزوربشن. عارفين اللي هي ترانس فيرين وابو فيرتين وفيرتين. هل دي هتسأل فيها مع امتحان العملي؟ لا. عمرك ما بتتسأل فيها، لكن دي ممكن تتسأل نظري وام سي كيو. يا جماعه انتوا معايا؟ عشان وانت بتقرا خد عنها فكره. عشان ما تتوهش ان انت وانت بتقرا انيميا هتلاقي في حتت توقفك، لا دي مهمه نظري. فهمتوا قصدي ايه؟ لانه مش هيقعد معاك بقى لبكره وقول الابو في الروتين، لا مش للدرجه دي، هو بيمشي معاك بالطريقه. طب في سؤال تاني برضه مهم على التجربه. نفترض يا دكتور فرد ان انا جيت اشتغلت على الهيموجلوبين وطلع الهيموجلوبين بتاعي نورمال، يعني عشان بسحب دم من ازازه صح؟ وطلع العينة بتاعتي طبيعية، هيسألني في إيه؟ برضه في الأنيميا. طب هيسأل ليه فيها؟ ما هو بيتلكك لازم هيسألك. يقول لك طلع كام يا ابني؟ حضرتك 14 جرام، ده طبيعي ولا لا؟ عارفين الأنيميا الهيموجلوبين يقل عن كام؟ ها؟ 11. اكتبوا دي. أنيميا هيموجلوبين ليس ذان 11 جرام برسنت، اقل من 11 انيميا، اقل من 11. زميلتكم كانت سالت سؤال قالت لي مش في تدريجين؟ انت قلت لو الكميه قلت عن كام يبقى انيميا. طب والبرسنتج النسبه اللي وصفها يقل عن 60%، يقل عن 60%. عارفين يعني ايه يقل عن 60%؟ يعني الهيموجلوبين اللي في العينه دي اقل من 60% من اللي المفروض يبقى موجود. جماعه انتوا معايا؟ يعني من الاخر هنتسال انيميا. طب يا دكتور وبولي سايسيميا هما كلمتين في الكتاب بس يعني جرب اقول في الاسئله على الانيميا. في اي صعوبه؟ تعالوا بقى على السؤال الرخم اللي بيتسال للاساتذه الكبار. معلش يا جماعه استحملوني، الهدف من السكشن النهارده مش ان احنا نقول ايه؟ بص حط اتش سي ال عليك خلص، طب ما هنشط صباعنا ويلا يا جماعه اشتغل، لا لازم تحسوا بالموضوع. ده بقى السؤال المهم. عايز اربع اسامي للتيست ده، اكتبوا كده بقى. Four names of this test. مش هقول لكم السؤال الرخم ده بتاع مين؟ في شخصيات ما بنقولش على اساميها حتى لو معنا اسامي ممكن يطلعوا مشكله. أربع أسامي للتست.
مقياس هيموجلوبين ميتر، صح؟ مش ده اسم التجربه؟ يلا انا عايز اسم ثالث. لا هيمو ميتر. هيمو يعني ايه؟ على فكره الاسامي الاخرى هتبقى فزلكه. هيمو يعني ايه؟ الدم. بقيس اي حاجه في الدم ده ممكن يحبوها. او اقيس سيلز هيمو سايتو ميتر. يعني هم جزأوا الاسامي. انا معاك ان اخر اسمين يعني الناس مش مقتنعه بصراحه بيهم قوي، يعني زياده. بقول لهم تاني، سهلي على اسم الراجل اللي اكتشفه، هيموجلوبين ميتر على اسم الفايده، هيمو ميتر الدم كله، هيمو سايتو ميتر خلايا الدم. في اي صعوبه؟ يا جماعه دي الحاجات المهمه. لا ده الكلر ماتشنج دي الهدف من التجربه دي، بس مش هي ما اتحطتش من ضمن الاسئله. تعالوا بقى يا جماعه للتجربه الثانيه بقى، بصوا دي احلى تجربه اي طالب يتمناها. داخل عادي في مكانك، طبعا وانت داخل هما بيوزعوك، انت بتدعي وتقول يا رب، لان انت هتقف قصاد حاجه، فاهمين قصدي؟ واللي هتقف قصادها هي اللي هتعملها. يعني لو مثلا وقفت قصاد جهاز الضغط مثلا، هتقيس الضغط على زميلك، الدكتور هيقول لك انا هدعلك واحد قيس عليه بلاد بريشر، فاهمين قصدي ايه؟ انا لو واقف قصاد دي مزيتها، لا هتشك نفسك ولا هتسحب دم ولا بيبت بايظه ولا المشاكل دي كلها. هنبص عليه السؤال، بصوا بقى هنقرا سرعه الترسيب. انتوا فاهمين بنسيب الدم ده لمده قد ايه؟ ساعة. بعد ساعة بيحصل ايه في الريد سيلز؟ بتترسب. ومين اللي فوقيها؟ لون اصفر شفاف اللي هو طول بلازما. انا بعمل ايه؟ بقيس طول مين؟ البلازما، صح ولا لا؟ مش دي معناها ترسيب الريد سيلز؟ يعني كانت كلها لونها احمر، سبتها ساعة. ايه بقى اللي انت هتعمله في الامتحان؟ اكتبها اللي هنعمله. انا داخل لقيت التجربة دي، هسأل الدكتور سؤال، أنت اللي هتسأله، المرة دي أنت اللي هتسأل أول سؤال، حضرتك من سابق قد إيه؟ طبعًا أوعى بقى تقول له هاو ميني أورز كيوب خيز ليفت، لأن في ناس ممكن تبقى قاعدة إيه ده وأنا هكتب من سابق قد إيه؟ آه هتكتبها لنفسك. يا جماعة اللي أنت اللي بيقوله هو اللي أنت هتخش تعمله، حضرتك دي من سابق قد إيه؟ هو السؤال ده ليه مهم ان انا اساله للاستاذ؟ لان انتوا لو ترجعوا للنظر، مش في ايه السؤال قرايه بعد ساعه؟ وفي بعد ساعتين، وفي حاجه اسمها افريج ريدنج، عارفين اللي هو اللي هو المتوسط القرايتين، صح ولا لا؟ لو انت جيت مثلا قريت البلازما دي، عارفين اللي فوق زيرو، صح ولا لا؟ الصفر فوق، اقرا من بعد الصفر، اقرا طول البلازما دي كام شرطه؟ هتلاقي 10 شرط 20. انت ونصيبك اللي هتلاقيه هتقول. فرضنا لقيت 10 شرط، لو انا همثل لكم امتحان يا ابني القرايه كام؟ 10 مليمتر بير اور، مش دي يا جماعه الوحده ولا لا؟ هتلاقيه هب فيك. مين اللي قال لك انها متسابه ساعه؟ لا، انت لازم تساله الاول عشان لما تقول له التمييز، فاهمين قصدي؟ خلاص ما انا سالت حضرتك، يعني انا سالتك وانت اللي قلت لي انا ما اعرفش، يبقى 10 مليمتر بير اور. يا جماعه فهمتوني؟ يعني ده اهم سؤال. ممكن الاقي مثلا 10 مليمتر بس هو قال لي ساعتين، فاقول له بير اثنين اول؟ لا لا، عمره ما يقول لي ساعتين، هو دايما هيقول لك ساعه. متخيل؟ لا لا، عمرها ما حصل. هقول لك السبب، هو ليه بيقول لك ساعه؟ هو عشان يسالك في الساعتين، هقول لك بفرض سيبناها ساعه ثانيه، تبقى القرايه ازاي؟ هتقول له كلام النظري، فيرست اور بلس هاف، فاكرين الساعه الثانيه على اثنين، عمره ما يقول لك ساعتين، لا هو عايزك تشوف ان دايما التمييز العالمي في اي مرجع ايه؟ بير اور، امريكان وانجليز والعالم كله ماشي بالمعنى ده، بير اور، فاهمين قصدي ايه؟ دايما كده، حتى لو انتوا في سكشن الباي يقولوا بير مش عارف مليمتر، بير ليتر، عارفين لازم يبقى ايه؟ حاجه واحده، لا مش هنلعب في دي. بصوا بقى الاسئله اللي بتتسال، اكتبوا بقى الاسئله. اسئله بصراحه كلها عاديه،
ما عدا ممكن سؤال واحد او اثنين رخمين. نبتدي الاسئله العاديه. يا ابني طلعتها كده. فرضنا اكتبوا اكزامبل. اي اس ار ريدنج لقيتها 15 مليمتر بير اور. 15. لقيتها 15. السؤال اللي وراه از ات نورمال؟ هل ده طبيعي؟ هو سرعه الترسيب بتبقى كام؟ في الستات وفي الرجاله. بص الستات بتبقى تقريبا من 6 ل 10 او من 4 ل 10 والرجاله من 3 ل 5. يعني اخرنا كام؟ 10. الطلبه فاكرين ان 15 دي تعتبر زياده. لا ده لسه في الرينج العادي. امال يا دكتور اللي يعتبر زياده فوق كام؟ فوق 20. معاك انت معايا ولا لا؟ ازاي؟ يعني انا هقول لك مثلا يا حمزه 10 11 زياده 12 زياده بس الزياده قوي تبقى فوق 20 لسه مسموح لك ب 10 ملم زياده. انت معايا ولا لا؟ ولسه مش مشكله يعني عادي لسه في الرينج الطبيعي. يعني ما اقدرش اقول لك لا ب 11 مشكله. مش بالملي لا بنسيب لك مدى فوق 20 تبقى زيرو. ركزوا بقى معايا. فرضنا ان انا لقيتها في الكاتب اكزامبل اضافته انت لقيتها فوق 20. هيجي يسالك سؤال مش ايه السؤال ده زاد؟ ايه اسبابه؟ ارجعوا للنظر. فاكرين في حاجه اسمها فيسيولوجيكال انكريس؟ يا جماعه فيسيولوجيكال انكريس فاكرين الكلام ده ولا لا؟ اللي هو افتر ميلز واكسرسايز وبريجننسي يعني الحاجات الكتيره دي ارجعوا ليها اكتبوا كده هنت او نوت ان كوزس اوف انكريس اي اس ار ابتدي اتناقش معاك. بس اهم سؤال لازم هنساله غير ده هو ازاي الريد سيلز عملت سيدمنتيشن؟ هو ده السؤال. هاو ذا ريد سيل كوز سيدمنتيشن يعني اترسلت ازاي؟ انتوا هتقولوا ايوه الريد سيلز اتجمعت يا دكتور ونزلت. انا معاك انها اتجمعت. كل الطلبه متعودين على الاجابه دي. اصل الريد سيلز اقل عارفين هاي دنسيتي عشان كده نزلت. لا اللي جمع الريد سيلز بلازما بروتينز. يعني الريد سيلز شايله شحنات نيجاتيف صح ولا لا؟ يعني انا ريد سيل وزميلتكم ريد سيل هي عليها نيجاتيف تشارج وانا عليا نيجاتيف. نيجاتيف ونيجاتيف بيقربوا ولا بيبعدوا؟ بيبعدوا اللي هو الريبولشن. مين اللي جمعنا؟ حاجه في النص ما بيننا شايله بوزيتيف شارجز اللي هي مين؟ بلازما بروتينز. هيجي يسالك بقى مين البلازما بروتينز اللي اتجمع؟ يلا مين؟ فايبرينوجين وجلوبيولين فقط. فايبرينوجين وجلوبيولين فقط. بص انا صوتي ليه عالي دي؟ اوعى تقول له البيومين. طب اشمعنى؟ الالبيومين شايل عليه نيجاتيف شارجز. انتوا معايا؟ لو الالبيومين ده موجود واحنا كلنا نيجاتيف هيحصل ريبالشن اكتر ولا لا؟ هنبعد اكتر يبقى ما عدا الالبيوم. فاهمين انا قصدي ايه؟ السؤال اللي دايما بيتسال في الامتحان مع اي استاذ ملهاش اسم بقى امتى الالبيومين يقل؟ اكتبوا بقى دي when the albumin decreases. انتوا عارفين الكلام بيجيب بعضه ازاي؟ يا جماعه الموضوع ماشي بطريقه تحفه. عارفين سلسله مين يا ابني اللي جمع بلازما بروتينز؟ هما مين؟ فايبرينوجين وجلوبولين. هو نفسه يسالك في الالبيوم. انا هسالك طب والالبيومين لقى ليه؟ اصله شايل نيجاتيف شارجز. هيقول لك افهم من كلامك لو الالبيومين قل يحصل ايه في الترسيب؟ يا جماعه يزيد مش انا ليه؟ يزيد. السؤال اللي وراه هو يقل امتى؟ تقول له مرضين ليفر ديزيز وكدني ديزيز. طب هو ليه لما الليفر يبوظ القلب يقل؟ صح. طب والكدني لو باظت القلب يقل ليه؟ هينزل فين؟ في
السيلز عددها كذا ولقينا الهيموجلوبين كذا. دي يا جماعه اسئله كلاسيكيه يعني تقليديه فهتتسئل فيها. اول ما يخلص ده يدخلك على الاي جي ريشيو النورمال كام وامتى يقل وامتى يزيد من غير ما تحفظ. الموضوع مش حفظ. هو الريشيو دي امتى تقل؟ ايه على جي بالعقل. لو الالبيوم قل او الجلوبيوم ايه؟ زاد. احنا عرفنا امتى الالبيوم يقل صح؟ طب امتى الجلوبيوم يزيد؟ صح؟ مش الجلوبيوم المناعه يزيد انفكشن. تعالوا نعكس. امتى الاي جي ريشيو تزيد؟ لو الجلوبيول قل او الالبيول يزيد. بس الالبيول يزيد حاله نظريه يعني عارف انا بفترض حاجه انكومن بس الاوفر عندك هو الجلوبيول. فهمت يا جماعه قصدي؟ فالاي جي ريشيو ده تبقوا جنبه سؤال هام جدا. السؤال لازم يتسال لان ايه اللي بيفكروا؟ زي ما احنا اهو لما انت تيجي تراجع هتقول لي اه يا دكتور فعلا انا خدت بالي منها. طب هو اللي بيمتحني بقاله سنين الموضوع ده في الدماغ. طيب تعالوا بقى على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اللي انت لازم تعرفه مهم قوي هو في الانيميا بيحصل ايه في الاي اس ار؟ هو ده سؤال. مين انيميا؟ الاي اس ار تزيد ولا تقل؟ هتزيد ولا تقل؟ تزيد. في كل الانيميا بصوا قبل ما نقول في كله في ناس عايزه تفهم هو انيميا يعني ايه؟ عدد الريد سيلز قلت. كلنا متفقين؟ يبقى هي محتاجه بلازما بروتينز يرسبهم بدرجه ايه؟ اقل. عشان العدد اللي عندي قليل يبقى الريد بلازما بروتينز هتبقى محتاجه بدرجه اقل فترسبهم اسرع. ودي نفس فكره الفيميلز. البنات عندهم الريد سيلز العدد اقل من الميلز فعندكم سرعه الترسيب اعلى مننا. كلنا عارفين دي. هيقول لك في كل الانيميا ولا ما عدا مين؟ تبقوا ايرن ديفيشنسي انيميا. طب ليه؟ ليه اللي عنده انيميا نقص الحديد المشكله عنده في الحته دي؟ عنده مشكله في الترسيب. اكتبوا الاجابه ببساطه. الريد سيلز اوف ايرن ديفيشنسي انيميا كانوت سيديمنت. خلايا الدم دي ما ينفعش تترسب. كانوت سيديمنت. عارفين ليه ما تترسبش؟ لان الايرن ديفيشنسي شكل الخلايا بتاعته ايه؟ نكتبه فلات سيلز. يعني ايه فلات؟ عارفين مبططه. عارف لما تكون حاجه مبططه كده مفروده صعب انها تترسب.